إذا أنتم رأيتم طائرا يريد أن يطير، الطائر يجمع نفسه قبل الطيران، لحظة قبل الطيران هذه يقال لها حالة الهم، هم الطائر بالطيران. الإنسان عندما يريد أن يعمل عملا وأوشك على ذلك العمل، يعني أراد الإنسان أن يتكلم كلمة وهذه الكلمة بلغت إلى شفتيه، يريد أن يتكلم ولكن في هذه الحالة يتذكر الله سبحانه وتعالى. على قول المرحوم الجد رحمة الله تعالى عليه، كان يقول، أو أحد العلماء الآخرين كان يقول، أنه أنت لاحظ أن هذه الكلمة فيها جواب عند الله سبحانه أو ما فيها جواب، عندما يقال لماذا تكلمت بهذه الكلمة في القبر عندك جواب أو ما عندك جواب؟ إحنا كل واحد منا في الآية الكريمة يمكن كل واحد منا يقول يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أكو في الأحاديث حتى نفخة المرأة تحت القدر، النساء قديما كانوا ينفخون النار تحت القدر، حتى هذا مكتوب. واحد الآن كلما أكو في ذمته من الحقوق الإلهية، الحقوق الاجتماعية، إذا واحد ظالم لأولاده، إذا ابن ظالم لوالده، إذا رجل ظالم لزوجته، إذا زوجة ظالمة لزوجها، الآن أكو مجال للتخلص، أما بعدين ماكو مجال. في الأحاديث أكو كن وصية نفسك، أنت اعمل أعمالك، لا تفكر الآخرين يعملون أعمالك. إذا واحد هو قلبه ما يحترق على نفسه، الآخرين قلبهم يحترق عليه. كل عمل في ذلك العالم بعد ما إله شارة. الآن واحد يتمكن، واحد يفكر عليه قضاء الصلوات يقضيها. النبي صلى الله عليه وآله قال لذلك الرجل اقضي مع كل فريضة فريضة.